عبد النبيل القداري رئيس قنوة مجموعة قنوة بومبارا اللي أسست 1984 هنا في الدار البيضاء. والحمد لله احنا فرحانين ونشيم اللي المهرجان ديال الصويره تاو جا عندنا لهنا. كنا تنمشيو حنا التصويره ولكن هو جا نتمنى عند الله تعالى 2023 ثم ثاني نتلاقاو في الصويره ان شاء الله وكاع الذكريات ديال المعلمين ولا كلشي ان شاء الله نتلاقاو تما بحال تنحيو واحد الذكرى كبيره ما بين المعلمين وقراق بيا والجمهور. الجمهور ثاني الجمهور تبارك الله دابا ولات عالميه تقناويت ولا تعالمية كل شيء. الجمهور قناوي هنا في الدار البيضاء قناوة فين ما مشيتي تتلقى المحبين ديال القناوة في أي بلاد. شحال من عام أنا في تقناويت جاي 60 عام وأنا في تقناويت عندي 12 عام ولا قول 6 سنين أنا الواليد قناوي نهار 6 تنمشي القناوة تنقرا وتنبات خدام نبات في تقناويت والصباح نهز الكتب ونعاود نتم غادي تنجري للمدرسه تطلع حتى وصلت الثانيه من الثانوي. ايوا من تما صلاه نبي قبت الدبلوم وخرجت لتقناويت الدبلوم ديال تقناويت. الليله الثانيه الطقوس ديال الليلات بوحدهم كاين التبيته كاين العاده كاين نعم سيدي كلميده كاين ثلاث ايام فيها كاين نهار التبيته نهار الليله نهار خروج الميدان ديك ثلاث ايام نهار التبيته تكون طريحه بومبرا وداك الشيء كلها هو ونهار الليله تتكون العاده بالشماع والحليب والتمار وداك الشيء تخرجوا الزنقه تتسمى العراده عاد تدخلوا قاع الدار من بعدا تيبدا البخور تيبدو الملوك ديك الساعه الكوار تا هما عندهم حالهم كل واحد وحالو تا هو راه على برا على في ايطاليا مشيت انا كاين ثاني واحد سميتو صوفيين تا هما تجذبوا تصحوا تمرهضوا في الزنقه ايه كلها وحالو. وانت قناويت وحده كاينه في المغرب مجموع تا قناويت وحده كاينه غير كلها بلاد على الزي ديالها كل بلاد صويرة على الكلام على الصوت ديالهم. مراكش هكاك ثاني الدار البيضاء وهي الدار البيضاء هي الدار البيضاء مرسى هي دابا كلشي اللي ولا تيخدم هذا الشيء ديال تاكناوي تيخدمو مرساوي. الله يرحم المعلمين الله يرحم الصام ويرحم حميده بوصو ويرحمو الشريفه عبد القادر وزيد الله يرحم جميع المسلمين. باقيين الدراري لي جون تبارك الله هما طالعين لي جون تا هما ما بغيناش هذه العاده تقطع تبقى مداومه هكاك من جيل لجيل. الجمهور كاشا تنقول لهم شكرا ومعكم خوكم القداري مرحبا بكم والسلام عليكم. ساعة مبروكة وساعة سعيدة.